يا أمة النفاق، يا أمة شياطين الإنس، حاشا لما يستاهل حاشا كعبتين وكعبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. متشمتين متشمتين باللي صار في المغرب جارتنا وعمرها ما ضرتنا، متشمتين بالزلزال اللي صار لهم اللي هو من عند ربي والعاتي مازال حي. انتوما شكون انتوما؟ لا إله إلا الله. متشمتين في النساء، في الرجال، في الأطفال، في نساء كبار، رجال كبار، عباد مقعدة. متشمتين في الأموات، إلى حد الآن 700 ميت، ما تطلبوش اللطف، ما تعرفش لا تعظم لا تتبلاه. اليوم عندهم ممكن غدوة عنا. الأخرى تقول لك مصاب يزيدهم فيضان، كتب عندي كومنتير. الآخر راجل كبير عرضني، اللهم زيد دمرهم، اللهم زيد زلزال. هذا الكل علاش؟ على الحكاية هذيك نتاع التطبيع. يا أخي تنافقوا في رواحكم وتكذبوا وتصدقوا. يا أخي هذيك البلد اللي مطبعين معها، ما العالم الكل عايش من وراه. التليفون اللي أنت تحطيه والحوايج اللي تلبس فيها والمكياج والطيارة اللي تركب فيها والسيارة والباتو والدنيا الكل، شكون عاملهم؟ بالك شي أنت اللي تلعن فيهم. يا ولادي فيقوا، حرام عليكم، كيفاش تتشمتوا في الأموات وفي المرضى وفي المجاريح وناس مازالت ما لقاتش أهلها؟ عليه الغل والحقد، كم أشفقوا عليكم وكم أشفقوا على قلوبكم المريضة المملوءة بالحسد والحقد والكراهية والسواد. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وحسبي الله ونعم الوكيل. وإن شاء الله ربي يرحم أمواتهم ويصبر أهلهم ويشفي أمراضهم، وإن شاء الله ربي يرفع عنهم هذا البلاء اللي أعطاهم الزيت حي. ويا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء بنا، احنا كشعب رانا عنا البختير كبيرة يا ربي اللي نتمناو لهم الشفاء والرحمة لأمواتهم. يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء والكلاب بنا اللي يتمناو لهم في الزيادة متاع الفيضان وزيادة متاع الزلزال. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.